درست الإيقاع. ثانية خاصة. أنا المحترف في الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني الأستاذ وليد المطري ومن استديوهات المخيم بقيادة الأستاذ عادل منصور الزهر. شغل بالي بعد الجافة والبين من بايش حالي أين اشتكي بأيني داري أنا ما بين والذنبي مش ذنبي داري أنا ما بين والذنبي مش ذنبي وإن ألامك أهلك أسليك من قلبي أنا أسليك من قلبي ظليم شغل بالي بعد الجافة والبين من بايشوف حالي أين أشتكي بأين داري أنا ما بك والذنب مش ذنبي وإن ألامك أهلك أسليك من قلبي أسليك من قلبي وكيف أنسى وانسى ما عاد حبي زرعت لي أشواك شهد عليك ربي ليومي قلبك لا يا نسوانا محروم كيف يصبر الولهان كيف يصبر المظلوم يصبر المظلوم زرت وما أحلاها من فين عاد ترجع الله يا الدنيا مسرع
وقتي غيرنا الروح يا الدنيا مسرع تفرقنا حتى عز الناس ما عاد يعرفنا ما عاد يعرفنا يا كاحل العيون ودعتك الله يا كاحل العيون ودعتك الله ودعك عاشقك في كل مع الله ودعك عاشقك في كل مع الله زودي يا غزة صنعاء بالله زودي يا غزة بعدان بالله بالنظر من بعيد بالله بالله بالنظر من بعيد بالله بالله مسعد لو ساعد وتخيب حواسد مسعد لو ساعد وتخيب حواسد من جمالك شاهد من جمالك شاهد من جمالك شاهد من جمالك شاهد النظر بالعيون جايز من الله من يقول حرام من يقول حرام يكذب على الله من يقول حرام من يقول حرام يكذب على الله أحوى غصن القنا كيف تصامت أنا وانت لي غاية المنى وانت لي غاية المنى وانت لي غاية المنى أحوى غصن القنا هل تصامت أنا أحوى غصن القنا أموت أنا وأنت لي غاية المنى وأنت لي غاية شاهد الله شايم من جفاك وشاهد الله وانقاسي علي وانقاسي علي أمرك إلى الله أنت قاسي علي أنت قاسي علي أمرك أمرك إلى الله سند دموع العين في ذمتك يا زين سند دموع العين في ذمتك يا زين هذا حرام البيت والهج والحرمان
هذا حرام البين والهجر والحرمان. سلا دموع العين في ذمتك يا زين، هذا حرام البين والهجر والحرمان، هذا حرام البين والهجر والحرمان. خذني 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 بعد خذني يا إلهي ولي طلب وسترك وعفوك عني أول مطالبي. لمن غيرك أشكو حماي والتعب وغبني من أيامي وكثرة غلايبي. ويا للعجب من ناس معجبهم العجب، لوموني وعادوني وهم من أقاربي. ونسي حقوق العم والخال والنسب، جفوني وذكراهم سبب في متاعبي، جفوني وذكراهم سبب في متاعبي. على الصحب غبني على نفسي حمى على الصحب، وصبري على طعنه بسكين صاحبي. وربي يجازي كل من كان والسبب بجرحي وتعذيبي بفرقة حبايبي. والنفس تب لها وتب إلى يوم قالت ذلهم من سبايبي. علي يحقدوا حقدا نصارى على العرب، وضحكوا على دقني ولا مشواربي، ضحكوا على دقني ولا مشواربي. زمان الوي صدت ابو لهب وسبت الاسد يئمن لمكر الثعالبي. وفضلت والفضه على معدن الذاب، وخليت عيني تعتري فوق حاجبي. فلو بيقع رجع من قدم الشنب، فلو بيقع رجال من قدم الشنب،
من الدم بشناب في أعلى المراتب ولا حر يخضع لو قد الدم للركب ولا فسليت حتى بظهر مخالبي ولا فسليت حتى بظهر مخالبي ولا شمعي مكسب إذا هو بجانبي ومن عاش في بيته على قلة الأدب يرى في بيوت الناس سوء العواقب وصح المثل ذيقة أبو زيد ما كذب تموت الأفاعي من سموم العقارب وغبني على نفسي حمى على السحر وصبري على طعن وسكين صاحبي صبري على طعن وسكين صاحبي صبري على طعن وسكين صاحبي إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب، التعليق، مشاركتك مع الأصدقاء. لكي يصلك كل جديد اشترك الآن على قناتي في اليوتيوب المحترف إب. متابعة وتسجيل البرامج المهمة عبر القنوات الفضائية. لتسجيل ونسخ برنامجك اتصل بنا على الرقم التالي 00964704576 مندوب قناة اليمن الفضائية قناة سبأ الفضائية. المحترف للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني العنوان اليمن محافظة إب المدينة القديم الباب الكبير للحجز تلفون 37045576 ثابت فتح الخط 04-41-6448